رعى سمو الأمير رعد بن زيد كبير الأمناء رئيس الهيئة الإدارية لجمعية أصدقاء بنك العيون الأردني والوقاية من فقدان البصر الاحتفال الذي أقامته الجمعية السبت بتكريم مجموعة من ذوي المتبرعين بالقرنيات والداعمين لنشاطات الجمعية. وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وائل عربيات بيّن أن التبرع بالقرنيات عمل إنساني نبيل له آثار إيجابية على حياة أشخاص آخرين بحاجة للمساعدة، داعيا المواطنين إلى المبادرة بالتبرع بالقرنيات باعتبارها صدقة جارية للمتوفين. فأنتم اليوم من تتبرعون بقرنيات أبنائكم وآبائكم وإخوانكم وزوجاتكم وأزواجكم، ترون أزواجكم وهم يبصرون بعيونهم، وترون غيرهم يبصرون بقرنياتهم وعيونهم، فتشعر أن هذا المتوفى لم يمت وأنه لا زال يؤدي رسالة في هذه الحياة بعمله وسعيه. وأقول هنا ما يقوله الله عز وجل في القرآن الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وهذا التبرع هو من سعي الإنسان ومن عمله، فالإنسان المتبرع الذي يوصي بقرنية لمن يكون محتاجا لها بعد وفاته فقد سعى، والابن الذي يقبل أن يتبرع بقرنية والده أو والدته هو ولد صالح يدعو له، وهو من آثار سعيه وعمله. ولذلك هذا من سعي آبائكم وأبنائكم وإخوانكم هذا التبرع الكريم. وأقول في هذا المقام ما يقوله الله عز وجل في كتابه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وسلم سمو الأمير رعد في ختام الاحتفال دروعا تكريمية لعدد من الداعمين لنشاطات الجمعية والفاعلين في مجال التبرع بالقرنيات ومدير بنك العيون وعدد من المدراء السابقين وأعضاء الجمعية والشخصيات ذات الاهتمام والأثر على نشاطات الجمعية، كما سلم سموه شهادات تقديرية لعدد من الفاعلين إضافة إلى تكريمهم مجموعة من ذوي المتبرعين بالقرنيات. وحضر حفل التكريم عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين وجمع غفير من ذوي المتبرعين والمستفيدين من خدمات الجمعية. حازم السردي، الحقيقة الدولية.